بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، والله إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد للبشرية كلها الخير. كلما قرأت حديثا عن هذا النبي أجد أن العلم ينادي بما نادى به هذا النبي قبل 14 قرنا. نبينا أمر بالوضوء وأكد أن الوضوء يغسل الخطايا، يعني هذا مصطلح جديد غير مألوف في ذلك الزمن على فكرة، بالنسبة للملحدين الذين يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الدين من غيره. من أين أخذ هذه المعلومة أن الوضوء يغسل الخطايا؟ العلم الحديث يؤكد ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، يعني شيء غريب جداً. دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة هذه الدراسة. الدراسة طبعا الأمريكية نشرت في مجلة العلوم الأمريكية عام 2010. العلماء يقولون إن غسل اليدين يمكن أن يساعد الناس قولا وفعلا بتنظيف أنفسهم من المخاوف، من القلق، من الخوف من القرارات التي اتخذوها سابقا، على الأقل ولو بصورة مؤقتة يخلصهم من هذا الخوف وهذا التردد وهذا القلق. الناس طبعا، هذه نتائج الدراسة العلمية، الناس الذين يغسلون أيديهم مرات عدة في اليوم للتخلص من البكتيريا والجراثيم التي علقت بأيديهم لسبب أو لآخر، يرتبط هذا بحالتهم النفسية. فالباحث سبايك لي من جامعة ميشيغان يوضح أن هذا السلوك الرمزي لغسل اليدين له ارتباطات ثقافية، ولكن وجدت دراسة أخرى أجريت عام 2006 نشرت في مجلة العلوم ساينس أن غسل اليدين يمكن أن يساعد على الشعور وضع أفضل، يتحسن شعورك أيها الإنسان تجاه سلوك غير أخلاقي ارتكبته في وقت سابق، كأنك تتخلص من الخطايا. انظروا أيها الأحبة. ويقول هذا الباحث الأمريكي في هذه الدراسة، عندما يرتكب الناس أفعالا سيئة فإنهم يشعرون بأنهم ارتكبوا خطيئة ما في الماضي وبقيت ذنوبها معلقة في أيديهم. هكذا الوضع النفسي للإنسان عندما يرتكب خطيئة، يشعر أن آثار هذه الخطيئة لا زالت في يديه، في رجليه، في عينه. فعن طريق غسل الأيدي كما يقول هذا الباحث، فإنهم كأنما يغسلون هذه الخطيئة ويتخلصون من هذا الماضي للتخلص من عقدة الذنب، وهذا له أثر كبير في علاج الاكتئاب أيها الأحبة. سبحان الله، يعني انظروا هذا التقارب، تقارب عجيب بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين الدراسة العلمية الحديثة. وتقول هذه الدراسة أيها الأحبة، ما ملخصه أن غسل اليدين وغسل الوجه وغسل الجسد بشكل عام يساعد الناس في التخلص من آثامهم والنظر في خيارات أخرى قرروها وكانت أكثر إيجابية، كما لو كانوا يزيلون عبء قرار اتخذوه في الماضي. ويقول العلماء ينبغي كذلك توقع أن غسل اليدين وغسل أجزاء من الجسد بالماء يزيل ما كان يؤرقك في الماضي، سواء كانت قرارات خاطئة أو تصرفات لا أخلاقية. طبعا الفكرة الأساسية هنا أن الإنسان يميل فطريا، يميل لما يسمى بالتنافر المعرفي. ما هو التنافر المعرفي؟ هو شعور غير مريح يأتي جراء توارد أفكار متناقضة في نفس الوقت، يفعلوا ما بوسعهم للتقليل من الشعور بعدم الراحة تجاه هذا الأمر. يعني الإنسان الذي يعيش حالة التنافر المعرفي، وهذا على فكرة الملحد يعيش هذه الحالة، لأنه يؤمن في قرارة نفسه بوجود خالق للكون وظاهريا ينكر، فيعيش هذا التناقض وهذا التنافر المعرفي الذي يسبب له الاكتئاب. لذلك نجد أيها الأحبة في دراسة أمريكية أجريت بصعوبة وهي منشورة على موقعي، أن النسبة الأكثر لمن يموتون أو يختارون أن يموتوا منتحرين
هي للملحدين سبحان الله. لماذا؟ لأن الملحد التنافر المعرفي، التناقض هذا يطور لديه يعني نوبات اكتئاب حادة قد تنهي أو تنتهي به إلى الانتحار. الآن أيها الأحبة، وجدنا حقيقة علمية تقول بأنك عندما تغسل يديك ووجهك وأجزاء من الرجلين، فإن هذه العملية عندما تكررها تزيل أخطاء الماضي، تتخلص من آثار القرارات الخاطئة، عقدة الذنب، منهم من يحب أن يسميها عقدة الذنب هكذا، آثار الخطايا التي تؤرق الإنسان وتسبب قلق واكتئاب. هذه تقنية بسيطة للتخلص من الخطايا من خلال غسل أجزاء من الجسد. حبيبكم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اقرأوا معي هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. طيب والله أيها الأحبة، هذا الكلام جميل ولطيف وكلام علمي، لماذا يعني أنا أعجب من إنسان ينتقد هذا النبي الكريم؟ ما الذي فعله هذا النبي إلا أنه أعطاك تعاليم لصيانة نفسك، للتخلص من الخطايا، لإبعادك عن الشر؟ طيب أليس هذا النبي جديرا بالاحترام؟ أليس جديرا أن تطبق تعاليمه حرفيا؟ لماذا نقبل الدراسات الأمريكية ونقول هذا ساينس، علم، وعندما تأتي نفس نتائج هذه الدراسة من نبينا عليه الصلاة والسلام نقول إن هذا الدين بينك وبين خالقك، أو أن هذا النبي يكذب كما يدعون، حاشا لله طبعا، أو أن هذا النبي يعني يفتري على الله، أو أنه يعني تصوروا من يعني شيء مضحك أنني عندما أسمع لهؤلاء الملحدين يقولون إن هذا النبي يأخذ معلومات من غيره، هذا النبي لا يعرف ماذا يقول، هذا النبي كذا كذا كذا، تهم فارغة يعني لا تستحق مجرد أن تطلع عليها، ولا تستحق أن يرد عليها طبعا. طيب نحن نقرأ أحاديث هذا النبي، كل أحاديثه خير، كلها تتفق مع العلم، إذن ما هي المشكلة؟ إذن المشكلة أيها الأحبة ليست في هذا النبي. اسمعوا لقول الله تعالى الذي حلل لنا هذه المشكلة. قال تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، صلى الله عليه وسلم. والله إننا نحزن عندما نشاهد هذه الاتهامات التي يسوقها الملحدون ظلما وعدوانا وافتراء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله أنبأه وأنبأنا، قال: هناك ملحدون سيتهمونك أيها النبي بأشياء ليست منك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم، انظروا إلى تحليل علمي للمشكلة وتحليل نفسي لعقلية الملحد، فإنهم لا يكذبونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان الله، والله هذه الآية تلخص نفسية كل ملحد، وكل ملحد في قرارة نفسه يدرك أن هذه الآية حق، ويدرك أنه يفتري على هذا النبي. والله وأنا صادق في هذا اليمين أن كل ملحد يعرف في قرارة نفسه طبعا. وأنا من أين تأكدت؟ لأن الله هو الذي أخبرنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلم وعلو، استكبار. وهنا أيضا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن المشكلة ليست مع هذا النبي، إنما المشكلة في دماغ هذا الملحد، مشكلته مع آيات الله، يكذب آيات الله، ينكر آيات الله. وإلا لو أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتعاليم
تلبي رغبات من حوله، تبيح لهم الزنا، تبيح الخمر، لكان أول من يرحب بها هؤلاء الملحدون وهؤلاء الكفار. ولكن عندما تأتي هذه التعاليم مناسبة لمصلحة البشر، البشرية جمعاء، فإن قسما من هؤلاء الملحدين يرفض هذا النبي، يتهمه زورا وبهتانا بأشياء لا تصح، ليس تكذيبا له، ولكن كما أخبرنا الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون مصدقين بآيات الله، وأن يجعلنا مدافعين عن آيات الله تبارك وتعالى، وبخاصة في هذا العصر، ويجعلنا نبلغ آيات الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني تصوروا أيها الأحبة، الله تعالى يقول: انظروا إلى هذه الآية، نختم بها: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. انظروا أيها الأحبة، هذا الكرم الإلهي، هذه الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب، جنات نعيم. لمن؟ لمن هذه الجنات؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. مجرد أن تؤمن بآيات الله وتعترف بأنك مسلم لله تعالى تدخل هذه الجنات. سبحان الله، فكيف بمن يؤمن بآيات الله بل ويدافع عن آيات الله ويبلغ آيات الله وينشر إعجاز هذه الآيات، ما هو الجزاء؟ لذلك أيها الأحبة، نصيحتي لكل إنسان أن يعمل شيئا للآخرة، يعمل شيئا لقبره، أن ينشر هذا العلم، لا يترك هذا العلم لمجرد القراءة أو الاطلاع، قدر المستطاع انشر. ولا تدري مثل هذه الفيديوهات من ينفع الله بها، لا تدري أين تذهب ومن يستفيد منها ومن يهتدي بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.